هذا المؤتمر الحالي في فكرة جديدة ومبادرة جديدة استحدثتها اللجنة المنظمة وهي عنوانها شارك الرئيس. اسمح لنا حضرتك وحضراتكم جميعا ان احنا نتابع معا هذا الفيديو التالي. تسألوا يعني بقالكم كم مرة؟ والحقيقة يعني 4 مرات ولا 5 بتسألوا واحنا بنجاوب. لكن انا المرة دي عايز اسألكم، انا اللي هسألكم. لو انت رئيس جمهورية اول قرار هتاخده ايه؟ بس انا عايز افهم يعني السؤال ده يعني مناسبته يعني بالنسبة لنا انا لا، لو انا مش عارف اشيل مسؤولية نفسي اشيل مسؤولية الناس. طبعا لو بقيت رئيس جمهورية ده من المستحيل امبوسيبل. استاذنك بس اخد نفسي الاول لان يعني موقف صعب. مش هبقى رئيس جمهورية. اول حاجة هقضي على الفساد، هعدل التعليم، اعدم الارهاب. اهم حاجة ان انا اكون بغير في التعليم وفي الصحة. نوصل ان احنا نجيب ايرادات من الدولة ما ناخدش من المواطنين. اول هام راعي الفقراء. ممكن احسن المصاب بشكل كويس عشان انا شايف المصاب صراحة متبهدلة جامد جدا. هبدا استغل الكوادر الشباب، هعمل وزير للسعادة. الناس بمشي في الشارع مكشرة شوية. نخلي بقى في حاجات فكاهية اكتر، في المسرح يكتر، الفن يكبر اكتر في الدنيا، الناس تقدر ترجع تقرا تاني، المجالس المحلية تشتغل. اكبر مشكلة الارهاب. اول حاجة ابدا بالانضباط بنفسك كشخص صمامر من حاول بالانضباط. أول حاجة صلاح التعليم. أول قرار هقضي على مشكلة القمامة اللي في الشوارع. أرخص أي حاجة وما غليش عشان الفقير يعرف يعيش في الدولة. إزاي هتنفذ قرارك؟ لازم أخذ يعني ده لازم أخذ خطوات كثيرة يعني. قولي خطوة منها. أعمل مستشفى ومدارس وتعليم وحاجات من دي. وفعلا احنا لو ما اشتريناش الحاجه غصب عنه التاجر هيرخص الحاجه. اخلي ميزانيه الدوله في التعليم اكبر من كده كتير. التعليم مش بس تطوير المناهج، لكن تطوير المناهج، تطوير المدرسين، تدريبهم، وان هم نفس المدرس يخرج بره الصندوق عشان يزرع جوه الطالب القصه دي. انزل تفتيش على كل المدارس، اجيب الطفل تعالى حبيبي اقرا كده اكتب، لما الاقيه مش عارف يقرا يكتب تعالى انت بقى يا مدرس فين واجبك اللي انت بتعمله؟ هبتدي من اللي هو سنة أولى ابتدائي. التعليم في المرحلة دي بيبقى أخطر حاجة، انت بتأسسي بنيان لعيل صغير، فلازم تأسسي صح. لازم الواحد يركز قوي على الانتاج، والانتاج ده بيجيب طبعا عملة صعبة، والعملة الصعبة بتخليني أنا أعمل مشاريع. خلي اللي عنده مشروع دعموه ان هو يشتغل، لان واحد هيشغل معاه 2، واحد هيشغل معاه 3، واحد هيشغل معاه 4، مش هيبقى فيه بطاله. لازم المجالس المحليه بالذات تبقى بالتخريب. لو المجلس المحلي صلح الدوله كلها هتصلح. انا الاشخاص اللي بدور عليها عشان تساعدني في كل ملفات الحياه ناس قائمه على العمل بنفسها، لا يسند العمل الى غيره ويتكئ على اركاتي، هو يكون مسؤول بذاته. نوسع الزراعه شويه، نقف جنب الفقير ان هو ياخد الارض. هصلح سكه الحديد، لازم المترو معقول بس ممكن اوفر اتوبيسات وباصات اكتر عشان العدد فعلا زياده عن حده، يعني 100 مليون كتير مش قليل. هحاول اعمل اعاده تدوير المخلفات بشكل سلمي ونظيف وحضاري بحيث ان احنا ما يبقاش تبقى البلد نظيفه. احنا كأبهات يعني شايلين مسؤوليات عيالنا بالعافيه، فما بالك بقى من اب شايل مسؤوليه أبهات كتير، فالله يكون في عونه.